معكم اليوم بإذن الله وصفة مكرونة لذيذة. أول شيء عندي هنا زيت زيتون وراح أضيف له قطع الدجاج. قلبت الدجاج حتى نشف وتأكدت إنه استوى. نقطع واحدة، شوفوا كذا مستوي خلاص. الآن راح أضيف البصل، نستنى الخضار في التقليب حتى يتحمر معانا البصل. بعد ما ذبل البصل عندي هنا 3 فص ثوم، نقلبها شوية بس حتى تطلع ريحة الثوم. عندي هنا الفلفل البارد، خلاص كذا. بعد ما الكوسة والجزر أخذت تحميرة وأخذت نص استواء، الآن أضيف حبة طماطم كذا فرمتها ناعم. عندي هنا البهارات، نص ملعقة صغيرة من كركم، بهارات مشكلة، فلفل أسود، بابريكا وملح. عندي هنا كمية من الحمص الجاهز تقريبا 3-4 كوب. كده الآن أغطيها بدقيقتين 3 بس تتسبك وأضيف الصوص عليها. خلاص كده استوى. الآن عندي الصوص، الصوص ملعقتين كبيرة معجون طماطم، ملعقتين كاتشب، ملعقة صويا معتدلة، ملعقة صغيرة دبس الرمان، نضيفها على المكونات اللي عندنا.
كده عندنا الخلطة أو خلطة المكرونة جاهزة، نغطيها تتسبك شوية. خلاص كده هنا عندنا تسبكت وخلاص جاهزة، شوفوا ما شاء الله. عندي هنا الفلفل الحار والبقدونس والكزبرة. نضيف المكرونة المسلوقة طبعا استواء كامل. غطيتها بالسبك شوية، خلاص كذا جاهزة، شوف ما شاء الله. ثلاث مكرونة ممكن تسووها، تنفع غدا أو عشاء. طبعا تقدرون تستبدلون الدجاج بالتونة أو باللحمة حسب رغبتكم. ما شاء الله، خلاص الآن نقفل النار.